امام عاشور. امام عاشور كلنا عارفين ان هو كان انتقل من نادي الزمالك بعقد نهائي الى ميتلاند الدنماركي مقابل مالي 3 مليون دولار. راح ولعب 8 مباريات في الدوري واحرز هدفين، ولكن اصبح على مقاعد الاحتياط ولم يقتنع المدرب. طبعا كان اصيب يعني، ولذلك جلس على مقاعد الاحتياطي، وبعدين المدرب اللي جه بعد كده ما ادالوش فرص حقيقيه. ويبدو انه كمان امام مش متحمل قوي الحياه الاوروبيه. خلي بالك انه اوروبا قد تبدو حلم جميل، قد تبدو حلم جميل، ولكن لما تنتقل فعليا المسألة محتاجة جلد وصبر كبير جدا جدا جدا، لانه المسألة ما هيش وردية بالشكل البعض يتصوره. يعني لك ان تتخيل حياة لاعب كرة القدم هناك عبارة عن ايه؟ عبارة عن هو بيروح التمرين ويرجع في البيت، لانه كوميونيتي نفسه اللي هو فيه او يعني الناس اللي حواليه مش جوه، ما هماش الاتموسفير الطبيعي بتاعه. وبعدين الشتاء طويل في اوروبا، واللعيبه عندنا متعوده هنا على الشمس الحلوه والاجواء الجميله، فالوضع بيبقى في نوع من انواع الكآبه شويه. انا روحت اصل اوروبا في الشتاء كتير، وعارف اقول لكم ايه، اوروبا في الشتاء الساعه 6 بالليل الدنيا هس الهس، ما تسمعش صريخ ابن يومين، لو نزلت في الشارع هتبقى ماشي لوحدك. وبعدين الاجواء هناك صعبه جدا في الشتاء، امطار ورياح وبتاع، وحاجه صعبه جدا. عايزه نوعيه من اللاعبين عنده جلد رهيب رهيب، ولذلك كثير من التجارب المصريه في اوروبا راح ورجع. طبعا يمكن النموذج الاجمل والاقوى بالنسبه لنا طبعا محمد صلاح اكيد، ومن بعده النني اكيد، لان هم قدروا يتحملوا الاجواء الصعبه اللي انا بقول عليها دي. يعني يبدو والله اعلم ان امام عاشور مع وضعه الكروي اللي مش مستقر 100%، فهناك كلام انه حصل حديث مع امام عاشور لعودته مره اخرى للزمالك. هناك حوار حاليا بين نادي الزمالك وبين اللاعب امام عاشور. امام عاشور اتنقل نقل نهائي ب 3 مليون دولار زي ما انا قلت. زمالك حصل على 1.5 مليون دولار فقط لا غير، ويتبقى له 1.5 مليون دولار اخرى. وارد انه يعمل ديل مع ميتلاند الدنماركي، وارد انه هو ياخد اللاعب مثلا مقابل 1.5 مليون دولار مثلا اعارة سنة بسنة سنتين، الله اعلم الحوار هيمشي ازاي. لكن اللاعب بلغ نادي الزمالك ان هو من ناحية المبدأ موافق. ده معناها انه امام لم يتحمل المعيشة في اوروبا، بلاش معنى تاني، لان احنا ما بنصدق ان لاعب يلغط في اوروبا. وبعدين الدنمارك ما هوش من الدوريات الكبرى، لكن هو مطبخ، لانه البلاد دي مطبخ للدوريات الكبيره سواء الدنمارك بلجيكا. السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من برنامجنا قهوه الخواجه. دايما بنقول بتشجع كوره ولا بتشجع نادي؟ اكيد بتشجع كوره، الشخصيه اقوى من الموهبه. ضيفنا النهارده الكابتن مدحت شلبي بيتكلم عن حال امام عاشور في كره القدم بعد احترافه في ميتلاند في الدوري الدنماركي، وما تقدر تقول ان هو ما وفقش في الاحتراف، عشان كده قلنا الشخصيه اقوى من الموهبه. ما احنا كلامنا الكتير على محمد صلاح مش من فراغ، القصه مش قصه انت حريف كوره وخلاص، زي ما قال الكابتن مدحت شلبي، في اجواء وفي شخصيه وفي اسلوب تعامل في الحياه الاوروبيه او الحياه الاحترافيه، لان الموضوع مش كوره وبس، كله بيستعجل على الاحتراف، كله فرحان بحلاوه وجمال اوروبا خارج الملعب، ما حدش متوقع اوروبا داخل الملعب
والاجواء عامله ايه، واللي الناس دي عايشه عشان كره القدم وبس. الترفيه بيجي بعدين لما بتعمل اسم، لما بتعمل سمعه في الكره الاوروبيه، لكن غير كده زي ما قال الكابتن مدحت شلبي هو تمرين ونوم، هي حياه بيزنس. انت موهب حياتك لكره القدم، بعد كده هيجي الدلع وهيجي الشهره وهيجي الفلوس وهيجي احترافك في اقوى دوريات العالم. امام عاشور زي وزي ناس كتير طلعت من بره مصر كانت مكسره الدنيا هنا، يعني مش عايزين ننسى حد، لكن محمد ابراهيم لاعب الزمالك راح ورجع، عمر جابر راح ورجع، ناس كتير جدا، طاهر محمد طاهر رغم تفوقه مع النادي الاهلي راح ورجع، في ناس كتير جدا راحت ورجعت. لازم نقول اهلي ولازم نقول زمالك عشان الموضوع فعلا في لعيب قد الاحتراف وفي لعيب مش قد الاحتراف. كان علينا بايه؟ خروج امام عاشور من الزمالك. كان علينا بايه؟ الزمالك عايز يتعاقد مع امام عاشور ما هي الا 3 مليون دولار الى ميكلاند الدنماركي، خد منهم مليون ونص دولار على حسب كلام الكابتن مدحت شلبي، ويتبقى نص مليون ونص دولار، وهنا هنلعب مع بعضينا سواء اذا كان ميكلاند الدنماركي والزمالك واعاره وحكايه وروايه ودايما التفاصيل على قهوه الخواجه. لكن خدها مني رسميا مع قهوه الخواجه، امام عاشور في نادي الزمالك على سبيل الاعاره، على سبيل البيع النهائي، امام عاشور في نادي الزمالك، وحققوا لحظه الخواجه حبيبي.